ولأننا في نوفمبر وثورة نوفمبر، فبداية أرحب بالإخوة الحضور والأخوات، السيدة وزيرة الثقافة والفنون المحترمة، السيد رئيس الديوان للسيد وزير المجاهدين وذوي الحقوق، السيد ممثل رئيس المجلس الشعبي الوطني، السيد رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الأمة، أخ ممثل أمين العام للمنظمة الوطنية للمجاهدين، الأخ الأمين العام للمنظمة الوطنية لأبناء الشهداء، طبعا أستاذنا وشيخنا الشيخ أبو جرة السلطاني، ممثل الاتحاد العام للفلاحين الوطني للفلاحين الجزائريين، المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الطلبة الشبيبة، الكشافة الإسلامية الجزائرية، المرصد الوطني للمجتمع المدني، كل الإخوة الحضور من شخصيات وطنية وفعاليات المجتمع المدني، في هذا الإعلاميين البرلمانيين، في هذا اليوم اللي نشوفوه يعني يوم وطني، اللي من خلاله ربما نبلغ رسالة لإخواننا في فلسطين من أجل التلاحم الشعبين الجزائري والفلسطيني. طبعا أعضاء الأمانة الوطنية للمجاهدين الحاضرين معنا، وما دام في شهر نوفمبر، أول كلمة رمزية لممثل المنظمة الوطنية للمجاهدين فليتفضل المشكور. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سعادة سفير سلطة فلسطين، السلطة الفلسطينية، معالي الوزيرة، وزيرة الثقافة يعلان، السادة الكرام، السادة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنه لمن دواعي الشعور بواجب التضامن مع الشعب الفلسطيني الشقيق في كفاحه ونضاله المتواصل ضد الكيان الصهيوني الذي غرس مخالبه في أرض فلسطين المجاهدة، الاحتلال البريطاني، بفضل رسالة وزير خارجيته المعروف بواد بلفور مشكوم المؤرخة في 22 نوفمبر 1917، والذي بموجبه تمكن الصهاينة من اغتصاب فلسطين وتشريد أبنائه، وبذلك الفعل الإجرامي، فقد تحالفت بريطانيا مع اليهود الصهاينة في الاستيلاء على فلسطين لارتباط مصالحها مع أهداف الحركة الصهيونية، وبموجب ذلك أنهى العهد العثماني في ترتيب عن تلك الصفقة الشنيعة، معارك شرسة بين أبناء الشعب الفلسطيني وفلول الاحتلال الصهيوني، وكانت بداية لمرحلة جديدة تميزت بأقدام الصهاينة على
ارتكاب أبشع الجرائم في حق أبناء هذا الشعب العريق، مما فتح المجال بعد ذلك لموجات من الهجرة الصهيونية والسعي لإحداث تغيير ديموغرافي، ما فتى أن تحول لهجرة منظمة أمام الصهاينة لتوافد على فلسطين من مختلف أصحاء العالم. حدث ذلك في ظل انتداب البريطاني، وشكلت تلك العملية مقدمة لمن؟ لتمكين الأهداف، لتمكين آلاف اليهود من الإعلان عن قيام كيانهم سنة 1948. وهنا لا يمكن لأي أحد أن ينكر أهمية الدور الذي لعبه الاحتلال البريطاني في تمكين اليهود الصهاينة من فرض سيطرتهم على أرض فلسطين المناضلة. ومنذ تلك اللحظة التي أعلن فيها عن قيام هذا الكيان، لم يتوقف نضال هذا الشعب الشقيق إلى يومنا هذا الذي نعلن فيه تضامننا مع هذا الشعب ودعمنا لكفاحه العادل من أجل استرجاع أرضه وحقوقه المشروعة وقيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. أيها السادة الحضور، إننا ندرك ما يقوم به الكيان الصهيوني منذ أن دنست أقدامه هذه الأرض المقدسة من ممارسات وحشية ضد الشعب الفلسطيني، وهي ممارسات غايتها هي الاحتلال الكامل لأرض فلسطين، لكل أرض الأرض الفلسطينية، والإمعان في اضطهاد أبناء هذا الشعب المجاهد، واعتماد أسلوب الاستيلاء تدريجي على أرضه سعيا لتحقيق حلمه في احتلال هذه الأرض، وما سياسته المكرسة من خلال زرع المستوطنات وتوسيعها إلا دليل قاطع على ذلك، على تلك الغاية المنشودة، ورفض الاستجابة لكل ما أقرته الشرعية الدولية في هذا المجال. أيها الحضور الكريم، إننا جميعا ندرك خطورة سياسة هذا الكيان التي لم تقتصر فقط على تشريد أبناء الشعب الفلسطيني وحرمانه من أبسط حقوقه الوطنية، وإنما نراه يوظف إمكانيته لفرض هيمنته الدائمة وتحكمه في توجيه الرأي العام الدولي وفق أهدافه، ومن ذلك اعتماده الدبلوماسية التضليلية مكنته خلال الآونة الأخيرة من جر عدد من الفلول العربية من الدول العربية للانصياع إلى أغراض تلك السياسة الدنيا. وقد وجد الكيان الصهيوني في هذا الإطار حليفه التقليدي الولايات المتحدة الأمريكية، داعم لما سعيه بالتأثير على عدد من الدول العربية للانفتاح على هذا الكيان الغاصب. وبطبيعة الحال ليس هناك من ينكر الدعم والمساندة اللذان تبديهما العديد من الدول الغربية باعتبارها الحليف الطبيعي لشرعنة ممارسة هذا الكيان الغاصب، لكن ما ينبغي التشديد على أهميته في هذا السياق هو أن هذا الكيان قد ساعده ظرفيا ما يميز
العلاقات بين الفصائل، بين فصائل المقاومة الفلسطينية، من انقسام الإمعان في مواصلة تنكره لحقوق الشعب الفلسطيني، وهو الأمر الذي دفع الجزائر خلاله المراحل المختلفة التي عرفها مسار هذه القضية العادلة، من تمسك بموقفها المبدئي الداعم والمساند لهذا الحق، وهي البلد العربي الذي أعلن في كل المراحل مواقفه من هذه القضية، وضمنه في إعلانه أن الجزائر مع فلسطين ظالمة أو مظلومة. وتأكيدا لمبدئية هذا الموقف، فقد حرص السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية خلال شهر أكتوبر الفارط الماضي 2022 على استضافة الفصائل الفلسطينية، وكان حرص الجزائر شديدا على توفير كل عوامل تمكين هذه الفصائل من تحقيق وحدة صفها وسد كل منافذ الانشقاق والتباعد بينها، وهو ما حرص الكيان الصهيوني على استغلاله خاصة على الصعيد العربي. وفي هذا السياق الذي نؤكد فيه تضامننا الأخوي مع الشعب الفلسطيني الشقيق، فإن المنظمة الوطنية للمجاهدين، والتي هي الإطار النظامي الذي يضم المجاهدين الذين واجهوا الاحتلال الفرنسي أثناء ثورة التحرير التي دامت أزيد من 7 سنوات ونصف متواصلة ومفعمة بجسامة التضحيات، تمكن الشعب الجزائري بفضلها من تحقيق النصر واسترجاع السيادة الوطنية وإلحاق الهزيمة بمشروع الاحتلال الفرنسي، يؤكد المجاهدون. يؤكد المجاهد الجزائري على أهمية الوحدة بين صفوف أشقائنا باعتبارها العامل الأساسي الذي سيمكن إخواننا في فلسطين من تحقيق هدفهم الوطني النبيل، وهو إلحاق الهزيمة بمشروع الاحتلال الصهيوني وقيام دولته الوطنية بعاصمتها القدس الشريف والحلول لشهداء الجزائر وفلسطين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا للمجاهد الأمين العام ممثل الأمانة الوطنية للمجاهدين الحاضرين معنا، وتقع هذا رمز بالنسبة لنا، ويحضر معنا كذلك ما دامنا في نوفمبر وثورة نوفمبر أحد رموز النضال الجزائري الفلسطيني ومجاهد من الرعيل الأول النوفمبري الحاج محمد طاهر عبد السلام رفيق عرفات، فليتفضل بكلمة رمزية في هذا اليوم الرمزي. اسمحوا لي أن أذكر بعض الشهادات وبعض الانطباعات. إخواني، أنا لا أمن إن قلت أن الشعب الجزائري والمناضلين الجزائريين مع فلسطين دائما منذ عهد الاحتلال الفرنسي. نعم، اسمحوا لي أقول بعض الشهادات التي عشتها ورأيتها. نعم،
سنة 48 حين بدأت الأزمة، حين بدأت المؤامرة على فلسطين والشعب الجزائري تحت الاحتلال الفرنسي، سنة 48 الحركة الوطنية الجزائرية الحد بالشعب الجزائري كون لجنة المساندة والدعم للمجاهدين الفلسطينيين، وهذا موثق. ثم أشهد وأنا عمري 12 سنة عرفت أكثر من 20 رجلا وأنا في تبسة، منهم القديم ومن الأوراس وكلهم مناضلين لحزب الشعب، وذهبوا على أقدامهم إلى الالتحاق بالمجاهدين الفلسطينيين. ومن تبسة أتذكر 18 شاب من الحركة الوطنية كلهم سافروا على أقدامهم الالتحاق بالمقاومة الفلسطينية، منهم من أعيدوا من طرف الفرنسيين والبريطانيين، لأن هؤلاء المناضلين كما قلت جزائريين كانوا ينتظرون انطلاق الثورة في الجزائر، ولما انطلقت فلسطين في فلسطين التحقوا بفلسطين. كذلك أذكر في السبعينات والثمانينات بعض الشباب الجزائريين التقيت بهم في بيروت، كانوا متطوعين مع الفصائل المقاومة، ولعل ممثلي جبهة الشعبية والديمقراطية والفتح يعرفون ذلك. أعود للمواقف، وهذا لا كما قلت لا نمن على إخواننا، وهذا حق علينا أكثر ما هو واجب. أقول مواقف الشعب الجزائري منه بقيادته السياسية، سنة 64 بعد دخلنا مباشرة رئيس الدولة آنذاك رحمه الله بن بلة قال إن استقلال الجزائر منقوص ما لم تسترجع فلسطين. ثم كما هو معروف لدى الجميع يعرف أبنائنا، رئيس بومدري رحمه الله في السبعينات قال نحن مع فلسطين ظالمة أو مظلومة. وأذكر شهادة أخرى لرئيس الشاذلي رحمه الله سنة 88 بعد أحداث أكتوبر والأزمة الاقتصادية والسياسية التي نمر بها في هذه المرحلة، لما ملك الأردن أعلن فك الارتباط مع الضفة الغربية، فهنا القيادة الفلسطينية قررت بأن تتخذ موقف لتتحمل مسؤولية شعبها. في هذه المرحلة أنا شاهد رئيس عرفات، طبعا ليس كل ما يعرفه قال إخواني اسمحوا لي، رئيس عرفات قدم إلى الجزائر وطلب من رئيس الشاذلي بن جديد أن يعطيه قرية في الأوراس باش يعقد فيها مجلس وطني ويعلن الدولة الفلسطينية. فقال له رئيس الشاذلي بن جديد، وهذه شهادة مباشرة، عقد مؤتمر في قصر صنوبر واللي ما عجبوش الحال يحلم البلاد. الموقف الآخر رسمي باسم الشعب الجزائري الذي اتخذه رئيس تبون، حيث في هذه المرحلة الصعبة التي فيها اللي تفكى فيها الأمة العربية للأسف والحكام العرب، رئيس تبون وفقه الله من أجل جمع الشمل الفلسطيني. نعم، والتقت كل قيادة الفلسطينية في الجزائر، وهنا اسمحوا لي أقول جمع الشمل مو جمع شمل الفصائل، جمع الشمل الشعب الفلسطيني في الداخل وفي الشتات. القيادة الفلسطينية هم ممثلين للشعب الفلسطيني، وهنا أقول فنحن وأبنائنا وأحفادنا لن نتأخر في الوقوف إلى جانب، نحن لن نتضامن، نحن معهم، نقف معهم مع الشعب الفلسطيني
لأن تطلع فلسطين كل فلسطين ويرجع المشي اللي هما في الشتات إلى الوطن إلى فلسطين. أنا اسمحوا لي نأخذ بحاجة بكلمة. من يومين كنت أتابع قناة الجزيرة وأرى أحد الصحفيين من الصهاينة يتجول في الشارع وتقال بعض الصبيان يقول أنا صحفي إسرائيل، فيقول له ما فيش في إسرائيل في فلسطين. وهنا نطمئن أن شعبنا العربي كان ولا يزال مع فلسطين وستحرر فلسطين. وشكرا لكم. شكرا للمجاهد سي محمد طلعة السلام، وأحيل الكلمة إلى سعادة سفير دولة فلسطين ليلقي كلمة فلسطين، فليتفضل مشكور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإخوة الحضور جميعا، الإخوة الأعزاء، يعني اسمحوا لي أن أقول فعلا كل بلقبه واسمه وكل بقيمته، ونحن بالفعل أمام قامات وهامات ومناضلين ومجاهدين حملوا تاريخ مشرف حقيقة نعتز ونفتخر به. اعذروني أنني لا أستطيع أن أذكر كل الأسماء وكل هذه الوجوه الطيبة النيرة من المناضلين والمجاهدين. إخواني الأعزاء، بكل صفاتكم وبما تمثلون من وزارات وبرلمانات وحضور شعبي ورسمي، بارك الله فيكم على هذا الحضور الطيب. إخواني الأعزاء، في جمعية مشعل الشهيد نحييكم حقيقة بشكل خاص، أنتم وشركاءكم من منظمات المجتمع المدني الذين حرصتم دائما على إحياء هذه المناسبة، لا أقول كما قال أخي العزيز فقط للتضامن مع الشعب الفلسطيني، فهذا لا ينطبق على الجزائر، فنحن شركاء الجزائر وفلسطين، شركاء في هذه المعركة، وهكذا كانت دائما الجزائر. كما أيضا ولا يفوتني أن أشكر الأخت الفاضلة معالي الوزيرة التي تستضيفنا، وزيرة الثقافة التي تستضيفنا اليوم وتشرفنا أيضا بهذا الحضور. إخواني الأعزاء الأفاضل، إننا اليوم نحيي هذه المناسبة، مناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني. ولكن قبل أن نبدأ علينا أن نعرف هذا اليوم، لنقول بأنه يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1977 جاء بعد حوالي 30 عام من قرار تقسيم فلسطين، قرار تقسيم فلسطين الذي للأسف الشديد أعطى، صحيح أعطى جزء من الحق للشعب الفلسطيني، ولكنه للمرة الأولى يقرر لليهود إقامة وطن قومي لهم على أرض فلسطين، وهو ليؤكد هذا القرار، هذا القرار اللي اتخذ عام 1977، وكأن العالم يريد أن يكفر عن ذنوبه اتجاه الشعب الفلسطيني عندما يقر بمعاناة الشعب الفلسطيني وحقه وفقا لقرار 181 الصادر عام 1947 في 29 من نوفمبر لهذا العام، حق الشعب الفلسطيني في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على أرضه وفي إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وللشعب الفلسطيني. إخواني الأعزاء، إن إحياء هذه المناسبة هو اعتراف صريح من المجتمع الدولي بالحقوق المشروعة غير القابلة للتصرف بالمطلق
الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. وهنا يؤكد مدى أهمية نضال وكفاح الشعب الفلسطيني العادل الذي أصبح ينسجم بل ويؤيد من قبل قرارات الشرعية الدولية، لأن الشعب الفلسطيني أكد عبر كل المراحل أنه ليس كما أرادت إسرائيل أو حكومة الاحتلال الإسرائيلي أن توسم الشعب الفلسطيني بأنه مجرد مجموعة من الميليشيات أو الإرهابيين أو كما يريد أن يوصفوا أو يوصفوا الشعب الفلسطيني، وإنما الشعب الفلسطيني عبر كفاحه المشروع استطاع أن ينتزع هذا الاعتراف من العالم عام 1974 عندما اعتلى ياسر عرفات رحمه الله منصة الجمعية العامة للأمم المتحدة ليلقي أول كلمة له أمام الجمعية العامة معبرا عن الشعب الفلسطيني، عندما قال: جئتكم بغصن الزيتون باليد والبندقية باليد الأخرى فلا تسقطوا الغصن الأخضر من يدي. نعم، كلمات مشهورة يسجلها التاريخ للشهيد الراحل ياسر عرفات عندما استطاع بحنكته وبمساعدة أشقائنا الجزائريين أيضا ومساعدة أشقائنا العرب وكل أنصار القضية الفلسطينية أن يقتحم الأمم المتحدة ليسجل حضور فلسطين السياسي في الأمم المتحدة. إخواني الأعزاء، إن إسرائيل لا زالت هذا الاحتلال الغاصب الجاثم على أرض فلسطين وعلى صدر الشعب الفلسطيني، لا زالت تواصل جرائمها بحق الشعب الفلسطيني بعد هذه العقود الطويلة من الاحتلال ولم تتوقف، والعالم كله يشاهد ليس فقط مواصلة الاحتلال وإنما الاحتلال اليوم يتغير ويتبدل بأشكال أكثر تطرفاً، وليس أدل على ذلك من هذه الحكومة اليمينية المتطرفة التي اختارها الشعب الإسرائيلي قبل عدة أيام فقط. حكومة نتنياهو تعود للحكم برصيد كبير من دماء الفلسطينيين وتضحياتهم ومعاناتهم لتؤكد أن هذه الحكومة الفاشية اليمينية استطاعت الوصول إلى الحكم بما رصدته في رصيدها من دماء الفلسطينيين. اليوم فقط 4 شهداء من أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وهم يدافعون وينافحون عن ثرى فلسطين وعن القدس وعن الأراضي المحتلة جميعا في يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني. إن الشعب الفلسطيني اليوم في كل الأراضي الفلسطينية يهب منتفضا لإحياء هذا اليوم ويقدم التضحيات بالشهداء، وباسمكم جميعا اسمحوا لي أن أبرق بالتحية والتقدير والإجلال لهؤلاء الشهداء ولذويهم ولكل أبناء الشعب الفلسطيني. جرائم عديدة لا نستطيع حصرها. قبل قليل تحدثنا عن الشهيد الراحل ياسر عرفات، وليس أدل على ذلك من هذه الجرائم التي يصر الاحتلال على ارتكابها من جريمة قتل رئيس الشعب الفلسطيني الشهيد الراحل ياسر عرفات، ومن منا لديه شك بأن إسرائيل قامت باغتيال الشهيد الراحل ياسر عرفات. الجرائم تتواصل ولا تميز بين قائد، بين كبير أو صغير، بين امرأة أو طفل. جريمة الشهيدة الصحفية الإعلامية شيرين أبو عاقلة التي ارتكبتها إسرائيل في وضح النهار وأمام كاميرات التلفزة في العالم كله، استطاعت أو أرادت أن تهرب من هذه الجريمة، ولكن الحمد لله أنها لم تستطع الإفلات رغم المحاولات الأمريكية بالتغطية على هذه الجريمة، ولكن إرادة الله سبحانه وتعالى أرادت أن تكشف الوجه الحقيقي لهذا الاحتلال البغيض. كيف قتل؟ هل كانت مقاتلة شيرين أبو عاقلة أو تحمل سلاح من نوع آخر أو ما إلى ذلك؟ كانت تحمل قلم وورقة وكاميرا لتوثق جرائم الاحتلال، ولكن الاحتلال لا يريد ذلك. جريمة إحراق
عائلة الشهيد الشهداء دوابشة، جريمة مقتل وإحراق أو قتل وإحراق الشهيد أبو خضير في القدس، الانتهاكات المتواصلة للمسجد الأقصى والاستفزازات لكل العرب والمسلمين في العالم، الاعتداء الدائم على الحرم الإبراهيمي وعلى كل الأراضي الفلسطينية، استمرار إسرائيل في محاولات الاستيطان الدائم في الأراضي الفلسطينية وتحديدا في أراضي عام 1967، ولماذا؟ لنسف أو تقويض أو القضاء على أي فرصة أو إمكانية لتحقيق حل الدولتين، حل الدولتين الذي اقتنع به العالم وقدمه في أكثر من مشروع، سواء على المستوى العربي أو على المستوى الدولي أو على مستوى الجمعية العامة للأمم المتحدة أو حتى على مستوى مجلس الأمن في قراراته المتعددة التي تؤكد أهمية وضرورة تنفيذ حل الدولتين بما يضمن الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، ولكن حتى دولة الاحتلال تأبى ذلك وتريد أن تسيطر على كل الأراضي الفلسطينية ولا تريد وجود للشعب الفلسطيني على أرضه، وهذا ديدن الاحتلال للأسف الشديد 7 عقود ونيف، وإسرائيل لا زالت تتمادى في طغيانها وغطرستها الدائمة متحدية بذلك كل الأعراف والمواثيق والقرارات التي صدرت عن كل الهيئات والمؤسسات الدولية وأهمها الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن. إخواني الأعزاء، إن محاولات إسرائيل تقويض وإنهاء حل الدولتين هو للهيمنة على كل فلسطين ورفض أي قبول للتعايش في هذه المنطقة، لأنه بالفعل إسرائيل تؤكد دوما أنها هي الجسم الغريب والآفة والمرض السرطاني في هذه المنطقة الذي يجب أن ينتهي ويجب أن لا نقبل به بالمطلق على حساب الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. إخواني الأعزاء، في هذه المناسبة ونحن نحيي ذكرى يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني، فإننا نقدر للعالم هذا الاعتراف بالحقوق المشروعة لشعبنا، ونقدر للعالم تضامنه ووقوفه إلى جانب الشعب الفلسطيني، ولكننا أيضا نطالب هذا العالم بأن يتقدم خطوات أكثر إلى الأمام. لم يعد يكفي مجرد مطالبة العالم أو إدانة العالم لهذه الجرائم أو أن يقف العالم للأسف الشديد متفرجا أمام استمرار إسرائيل في ارتكاب مثل هذه الجرائم. يعني في الوقت الذي تستمر إسرائيل في هذا الاحتلال، على الأقل مطلوب من العالم اليوم أن يتحمل مسؤولياته، ويكفي على الأقل أن يعترف العالم بالدولة الفلسطينية كاملة السيادة، الاعتراف الكامل لفلسطين في الجمعية العامة وليس مجرد الاعتراف بها كعضو مراقب. لماذا تقف دول أوروبا متفرجة؟ لا نقول دولة الولايات المتحدة الأمريكية لأنها الحليفة والربيبة لدولة الاحتلال لإسرائيل، ولكن على الأقل لماذا تقف دول أوروبا التي تقول أنها تناصر السلام وحقوق الشعب الفلسطيني وتعترف بهذه الحقوق، لماذا تقف صامتة أمام هذه الجرائم؟ لماذا لا ترد على هذه الجرائم على الأقل بالاعتراف بدولة فلسطين؟ لذلك نحن نطالب كل دول العالم الاعتراف بدولة فلسطين. إخواني الأعزاء، عندما نتحدث عن موقف الجزائر فإن الأمر يختلف تماما، فإن الأمر حقيقة يختلف تماما. من الجزائر أعلن الشهيد الراحل ياسر عرفات إعلان الاستقلال، ومن الجزائر قبل أيام وبمبادرة مباركة من السيد الرئيس عبد المجيد تبون تم عقد مؤتمر لم الشمل للفصائل الفلسطينية. الجزائر تأخذ خطوات عملية في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني، والرئيس الفلسطيني الذي زار الجزائر خلال العام الماضي 3 مرات متواصلة للتنسيق والتشاور
مع أخيه الرئيس عبد المجيد تبون من جانب، والمشاركة أيضا مشاركة الشعب الجزائري في الذكرى 60 للاستقلال. نعم إخواني الأعزاء، هذا يؤكد مدى هذا الترابط وهذه العلاقة القوية التي تربط الجزائر بفلسطين. والرسالة الأوضح التي أراد أن يوجهها الرئيس عبد المجيد تبون من خلال استقباله للرئيس محمود عباس، ومن خلال مواقفه الشجاعة الدائمة التي يعلن عنها صباح مساء في دعم الشعب الفلسطيني، إنها رسالة واضحة للعالم أن القضية الفلسطينية وأن الشعب الفلسطيني تحديداً ليس وحيداً في معركته مع الاحتلال الإسرائيلي، وإنما الجزائر تقف إلى جانبه في هذه المعركة في الوقت الذي للأسف الشديد يدير له الظهر بعض الإخوة وبعض الأشقاء. إخواني الأعزاء، هذه مواقف شجاعة نقدرها ونثمنها للجزائر الشقيق، ونحن على ثقة أن هذا الخط الوطني الذي تمثله الجزائر وأشقاءنا العرب بالتمسك بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني هو الخط الذي سينتصر. لذلك باسم الشعب الفلسطيني أتوجه بالشكر للجزائر رئاسة وحكومة وشعبا على مواقفها الدائمة مع الشعب الفلسطيني. أما عن شعبنا إخواني الأعزاء، فالشعب الفلسطيني رغم كل الخذلان ورغم كل الإحباط الذي يعيشه على المستوى الدولي، لأنكم ترون حقيقة إخواني الأعزاء معركة متواصلة منذ عقود، والشعب الفلسطيني أكاد أن أقول حقيقة باختلاف بعض المواقف المشرفة كما هي المواقف التي أشرت لها بالنسبة للجزائر، يكاد يترك وحيدا في هذا العالم وهو يقارع الاحتلال. وأنتم تعلمون إخواني الأعزاء أن الشعب الفلسطيني لا يقاتل إسرائيل ولا يقاتل دولة الاحتلال وحدها، يقاتل منظومة دولية على رأسها للأسف الشديد الولايات المتحدة الأمريكية. ولو كانت معركتنا مع ما يسمى بدولة الاحتلال، أنا أعتقد كان منذ عقود حسمت هذه المعركة، ولكن للأسف الشديد نحن نقاتل دولة عظمى اسمها الولايات المتحدة الأمريكية، تقدم كل الدعم المادي والسياسي وتوفر الغطاء السياسي والمادي وبكل أشكاله للاحتلال الإسرائيلي ولدولة الاحتلال. وبالتالي رغم ذلك الشعب الفلسطيني إخواني الأعزاء في الجزائر الشقيق، أطمئنكم أن الشعب الفلسطيني على العهد وعلى القسم، رغم كل هذا الإحباط ورغم كل ما يتعرض له من مؤامرات تريد أن تستهدف قضيته، إلا أن الشعب الفلسطيني صامداً صابراً على أرضه، لن يتزحزح عن مواقفه الثابتة. لا حل ولا أمن ولا استقرار ولا سلام في المنطقة إلا بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، وهذا هو عهد الشعب الفلسطيني. مهما طالت المعركة بالتضحيات وبالشهداء وبالمقاومة بكل أشكالها، سيواصل الشعب الفلسطيني كفاحه المشروع باسمكم إخواني الأعزاء. أؤكد لكم ولكل الأمة العربية أن الشعب الفلسطيني سيواصل مقاومته إن شاء الله حتى النصر، سيواصل مقاومته إن شاء الله حتى النصر وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. كل يوم يا أخوان الشعب الفلسطيني يقدم نماذج جديدة في الكفاح والمقاومة. إحنا أخوان لدينا أسرى بالآلاف ولدينا شهداء، لا أريد أن أعدد عدد شهداء فلسطين، ولكن في كل يوم لدينا شهيد. إخواني الأعزاء، نحن والله العظيم نتألم لكل قطر الدم تنزف من فلسطين، ولسنا هواة للتضحيات أو أن نقدم شبابنا وشيوخنا وأبنائنا فريسة لهذا الاحتلال الغاصب
ولهذه الترسانة العسكرية المجرمة لسنا هواة، بالعكس كل قطر الدم فلسطينية هي غالية على الشعب الفلسطيني. لكن والله العظيم أننا نفتخر أننا نقدم هذه التضحيات من أجل المسجد الأقصى ومن أجل أعدى القضية في هذا العالم، وهذا يكفي، وهذا شرف للشعب الفلسطيني، هذا ما يقوي عزائمنا إخواني الأعزاء، أننا نقاتل من أجل قضية عادلة الكل يؤمن بعدالتها، ونؤمن أيضا باستعداد شعبنا للتضحية في سبيل هذه القضية العادلة. إخواني الأعزاء، لا أريد أن أطيل عليكم، ولكن تأكدوا أن النصر حليف الشعب الفلسطيني، النصر حليف الشعب الفلسطيني. عشرات عابوا على الرئيس أبو مازن أنه قال إسرائيل ارتكبت 50 مجزرة. طب والله إسرائيل ارتكبت مئات المجازر بحق الشعب الفلسطيني، وليس 50 مجزرة فقط. وإذا أرادوا أن نعددها نعددها واحدة واحدة، في كل مخيم وقرية ارتكبت إسرائيل مجزرة. للأسف الشديد اعتبرونا ارتكبنا جريمة كبيرة أننا أن الرئيس أبو مازن رئيس الشعب الفلسطيني يريد أن يفضح جرائم الاحتلال وأن يسلط الضوء على هذه الجرائم التي ترتكبها إسرائيل، وكأنهم يريدوا منا أن ننزف دما وأن يبقى جرحنا نازف دون أن حتى نعبر عن مشاعرنا بالرفض. هل يعقل هذا إخواني الأعزاء؟ رغم كل هذه المجازر ورغم كل هذه التضحيات، إلا أنه اليوم إخواني الأعزاء في فلسطين التاريخية، أطمئنكم، عدد الشعب الفلسطيني أكبر من عدد هؤلاء الذين يأتوا بهم من كل أصقاع الأرض عبر هجرات مختلفة وترغيب وما إلى ذلك. رغم كل الهجرات القسرية ورغم كل الجرائم، الشعب الفلسطيني صامد على أرضه، ولا زالت الأرض في فلسطين تنطق باللغة العربية، ولا زال المسجد الأقصى والقدس شكلها وهويتها ومضمونها وثقافتها عربية بفضل صمود الشعب الفلسطيني على هذه الأرض. وإن شاء الله يتواصل صمودنا وصمود شعبنا، وتتواصل مقاومتنا ومقاومة شعبنا، حتى يتمكن شبل من أشبال فلسطين، أو زهرة من زهرات فلسطين، وزهرة من زهرات الجزائر إن شاء الله، من رفع العلم الفلسطيني على أسوار ومآذن القدس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكراً لسعادة سفير دولة فلسطين فايز أبو عطاء، وكانت هذه كلمة فلسطين. معذرة، سنواصل تدخلات، ولكن قبل أن نسمح إلى السيدة وزير الثقافة والفنون لمغادرة هذا النشاط لالتزامات سابقة. شكراً سيدة الوزيرة على حضورك. إذن نواصل هذه الكلمات، وطبعا يحضر معنا الأخ رمضاني ممثل عن الكشافة الإسلامية الجزائرية، عن قيادة الكشافة الإسلامية الجزائرية بكلمة رمزية بالمناسبة، فليتفضل. مشكور سيد رمضاني، تفضل، حتى يكون تواصل ما بين المجاهدين والكشافة والشباب. تفضل سيد رمضاني في كلمة مختصرة. التي ننتهجها في الحفاظ على الوطن ودعم القضايا العادلة، وأبرزها القضية الفلسطينية. ما من مبادرة، ما من مخيم أو معسكر، سواء كان داخل الوطن أو خارج الوطن، إلا وتجد القضية الفلسطينية والعالم الفلسطيني يرفرف مع العلم الوطني، فهم مقترنان. العلم الجزائري والعلم الفلسطيني يرفعان ويقترنان في المحافل الدولية وفي كل الأنشطة المختلفة والمتعددة.
سواء في المخيمات، سواء في الأنشطة المتعلقة بتنظيم الأناشيد والأغاني أو تنظيم المسرح، فتجد الكشاف مولع بحب وطنه ومولع بالقضايا العادلة والقضية الفلسطينية. فهو يتغنى بهاته المعاني ويتغنى بهاته الأحاسيس، حبه للجزائر وفاء لرسالة الشهداء وفي الحفاظ على الوطن والدعم الدائم والمساهمة الفاعلة والجادة في قطع طريق كل من تسول نفسه طمس الهوية الفلسطينية أو المكيدة بالشعب الفلسطيني. فالكشاف ونختم بهذه الكلمة، الكشاف قلت دائما تجده مولعا بحبه لفلسطين. فلكم منا خالص التحية والتقدير لكل الحضور على هذه الوقفة الخالدة التي ستسجل إن شاء الله في التاريخ. دائما الشعب الجزائري بكل مكوناته داعما للشعب الفلسطيني، فالشعب الجزائري والشعب الفلسطيني شعب واحد. وفق الله الجميع، تحية الجزائر، تحية فلسطين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا سيد رمضاني ممثل القيادة العامة للكشافة الإسلامية الجزائرية. سيد الرئيس سي بوتيرا السلطاني، كلمة للإخوة الحضور في التدخل المشكور. أقول نائب، أقول الوزير، أقول المناضل الجزائري أبو جرى السلطاني في التدخل المشكور. شكرا. بسم الله والحمد لله، ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أخي سعادة سفير دولة فلسطين، أباؤنا المجاهدون، إخواننا الأكارم، أخواتنا الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ولن شكر لمشعل الشهيد أنه لا يترك مناسبة إلا ويدعو إليها المؤمنين بها ليعيدوا التذكير وليثبتوا المواقف وليستشرفوا المستقبل. فجزاك الله خير أخي عباد على أنك كل مرة تحيي الذاكرة الوطنية وتمدد نظرك إلى أشقائنا في كل مكان، ولا سيما أشقائنا الفلسطينيون. شخصيا كنت أود أن نكتفي بكلمتين، كلمة المنظمة الوطنية للمجاهدين وكلمة فلسطين التي ارتجلها أخي أبو عيطة سفير دولة فلسطين بالجزائر. لماذا أقول نكتفي بهذا؟ لأن في الجزائر لا نحتاج إلى شرح للقضية الفلسطينية. ما من بيت في الجزائر إلا وهو مشبع حتى النخاع بالقضية الفلسطينية. ولو أن للجزائر حدودا مع فلسطين لكنا قد بادرنا للكفاح والجهاد والنضال ربما قبل الأشقاء الفلسطينيين. لا أقول هذا لأنني جزائري. أنا كنت صغير سنة 67 لما أنشئت إذاعة فلسطين هنا الساعة 6:00. كان في ذلك الوقت شكون اللي عنده راديو، مش تلفزيون، شكون اللي عنده راديو يقدر يسمع صوت فلسطين؟ هذا صوت فلسطين، صوت الثورة الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم بالكلمة الأمينة المعبرة عن طلقة الشجاعة من أجل تحرير كامل الوطن المحتل بالجماهير العربية معبأة ومنظمة ومسلحة من أجل تحرير فلسطين، كل فلسطين. فأهتز لأنني مقتنع أن ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة. معالي سعادة السفير، جربنا
لا أقول جربتم، جربنا معكم المفاوضات وجلسات المصالحة بيننا وبين الأعداء، يعني ما أقول المصالحة الوطنية، بيننا وبين العدو. العدو لا يعترف إلا بالقوة، وقد تعلمنا من صوت فلسطين بيتين من الشعر جميلتين جدا: لا تقعدن عن الجهاد إلى غد، فلقد يجيء غد وأنت غبار، الصيد غيرك إن صهرت وإن تنم، فالصيد أنت ولحمك المختار. ما فيش كلام، ما فيش فلسفة، فيه شيء واحد، فيه كم تزن في ميزان القوة. ولو أعلمكم شيئا جديدا، وأنا أستحي أن أتكلم تحت رقابة آبائي للمجاهدين، أن الجزائر خاضت معارك كثيرة على مدار 145 سنة، يعني من 1830 إلى 1945، ثورات تلو ثورات تلو ثورات، الأمير عبد القادر المقرني ولاد سيدي الشيخ لالا فاطمة نسوم البون عام أبو بغلة أبو كذا، ثورات متقطعة. النتيجة ورثت الثورة، نعم ورثت الأرض، نعم ثبت العنصر البشري، نعم، لكن التحرير ما كانش. بعد الحرب العالمية الثانية اقتنع الجزائريون كما قال مفتي زكريا في نشيده الوطني: يا فرنسا قد مضى وقت العتاب، العتاب احتلتونا وديتونا لغتنا وديتونا مساجدنا وحولتوا الاسطبلات، هذا كلام. يا فرنسا قد مضى وقت العتاب وطويناه كما يطوى الكتاب، يا فرنسا إن ذا يوم الحساب، فاستعدي وخذي منا الجواب، إن في ثورتنا فصل الخطاب، وعقدنا العزم أن تحيا الجزائر، فاشهد. بعدها 45 54 نظموا أحوالهم، الثورات التي كانت متشتتة في كل بلاصة، يثور الأمير عبد القادر في معسكر قالت بسمع لبناش به خطينا هذا، يثور العاصفة في بسكرة قال خطينا هذا، مش عارف كذا خطينا هذا. لما وحدوا كلمتهم وقاموا من أجل هدف واحد، أن تتحرر الجزائر بدم واحد، ببندقية واحدة، بقيادة واحدة، جيش التحرير، جبهة التحرير، جاء الاستقلال. المبادرة الجزائرية أخي معالي سعادة السفير، المبادرة الجزائرية سقفها سنة، المبادرة الجزائرية سقفها سنة، تنتهي في أكتوبر 2023، وكما يقول الرياضيين الكرة في مرمى عشيق على الفلسطينيين. إذا توحدت الفصائل كما قال أخونا الفاضل جزاه الله خير، إذا توحد الشعب الفلسطيني لحمة واحدة وقالوا عنا هدف واحد أن نحرر فلسطين، يأتي الاستقلال، تقام الدولة الفلسطينية، عاصمة القدس الشريف. أما إذا ظلنا نقاتل ب 14 بندقية، ب 14 صوت، ب 14 منظمة، ب 14 توجه، ب 14 برنامج، لست متشائما، لأن الجزائر 132 سنة بعد ذلك جاء الاستقلال، أنتم ما زلتم وصلتوش القرن، ومع ذلك أقول هذا يؤخر استقلالنا ويضيف مزيد من تدفق الدم الفلسطيني اللي لو توحد لاستمع إليه الكيان الصهيوني. العدو لا يستمع إلا إلى صوت واحد، وللحرية الحمراء باب بكل يد مضرجة يدق. شكرا لكم والسلام عليكم. شكرا، بارك الله فيك الأخ أبو جرة السلطاني. الأخ ممثل المرصد الوطني للمجتمع المدني سي بلعيور فليتفضل بكلمة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نرحب بمن رحب بهم الأستاذ عباد، يعني في الحقيقة مش على الشهيد دائما لا تكاد تفوت علينا فرصة إلا وتحيي فينا هذه الأيام المباركة وهذه الأعياد التي فعلا هي حية في أرواحنا وفي أيامنا. في الحقيقة المرصد الوطني للمجتمع المدني يدعم ويتبنى كل هذه النشاطات وكل هذه الفعاليات التي تدعم الشعب الفلسطيني وتدعم مقاومته للاحتلال.
أيضا اليوم الفعاليات المجتمع المدني في الجزائر على غرار مشعل الشهيد لا تكاد يعني تجد لو يعني لا من تكاد جمعية تجد جمعية في الجزائر أو فعاليات إلا وتجد القضية الفلسطينية أحد المحاور الأساسية لبرنامجها ولعملها، وهذا لا نعتبره منا على فلسطين لكن نعتبره واجب أخلاقي ولا بد منه. لذلك اليوم نحن في الجزائر نعتبر أنفسنا نعتبر استقلالنا ناقصا ما دام لم تستقل فلسطين، ولذلك يعني اليوم دعمنا ووقوفنا لجانب الشعب الفلسطيني هو محاولة منا أننا نكون جزءا من هذا النصر الذي تفضل الذي يعني تفضل به سعادة السفير، لأنه احنا ما عندناش شك بأنه النصر لا محالة سيأتي لا محال، ونحن ما نطلبه أنه يكون لنا مساهمة في هذا النصر، هذا الوعد الرباني الذي نحن ننتظره. فبالتالي اليوم الوقوفنا مع الشعب الفلسطيني هو امتدادا لمواقف شعبنا ومواقف دولتنا. لذلك اليوم من بين الميزات التي تميز الجزائر هو هناك تنسيق وتكامل بين أو انسجام بين الموقف الرسمي والموقف الشعبي، وهذا قلما نجده في دول أخرى. لذلك اليوم ونحن يعني في الشهور الفارطة عندما لاحظنا الهرولة التي كانت للتطبيع، يعني حتى كنا نخاف ماذا سنرى، يعني ننهض على يوم ونجد مواقف عربية تخدش حيانا وتخدش حتى شرفنا. لذلك يأتي الموقف الجزائري بكل ناصعا بأننا ستوب لهذه الهرولة، ستوب لهذا التطبيع، ويعني نقف في وجه هذا التطبيع من خلال القمة العربية التي كانت تاريخية. كما أيضا سبقت هذه القمة ندوة عربية نظمها المرصد الوطني للمجتمع المدني بوهران للعمل العربي المشترك، والتي حضرها حوالي 19 دولة، بحيث كان أحد محاورها هي القضية الفلسطينية والخروج بتوصيات قدمت للأمانة العربية أو لأمانة الجامعة العربية، والتي تبنت فيما بعد البيان الختامي للجامعة العربية الذي تبنى يعني جزء من هذه التوصيات. لذلك اليوم وجودنا هنا في هذه الوقفة التاريخية هو واجب وهو موقف تاريخي، وإن شاء الله فعاليات المجتمع المدني في الجزائر ستبقى وفية لفلسطين حتى التحرير. نتمنى النصر والتحرير والاستقلال لهذا الشعب الأبي، فنحن نعتبر بأن جهادكم وتصديكم لهذا الاحتلال الذي لا يعترف لا بالأخلاق ولا بالأعراف ولا بالقوانين الدولية هو دفاع عنا، لأننا دائما نشعر بأننا يعني مقصرين أمام تضحيات هذا الشعب العظيم. نحن دائما عندما نرى يعني تضحيات لهذا الشعب الذي قدم يعني النفس والنفيس من أجل استقلاله ومن أجل لم شتاته، فكل ما نقدمه هو قليل عليكم، وسنبقى معكم إلى إن شاء الله أن تحرر فلسطين وتسترجع سيادتها وتقيم دولتها على كامل التراب الفلسطيني وعاصمته القدس الشريف. شكرا لكم، تحيا الجزائر، تحيا فلسطين، والمجد القدوم لشهدائنا الأبرار. السلام عليكم. شكرا أخ الكريم. طبعا للأسف الحق وقت الختام، قبل ما نختمه بكلمة رئيس لجنة التضامن الجزائرية الفلسطينية الأخ محمد طاهر ديلمي، فقط أشير قبل هذا أن وصل لي منذ لحظات وفاة المجاهد الجنرال محمد بشير رحمه الله، فهي مناسبة لنا ترحم عليه وعلى مجاهدينا. كذلك أن أقول لكم دعوة موجهة لكم جميعا غدا إن شاء الله ابتداء من الساعة 10 صباحا، وسنحيي الذكرى 170 لاستعمال المواد الكيميائية ضد سكان مدينة الأغواط في بداية ديسمبر سنة 1852. سيكون ضيوفنا في منتدى المجاهد كل من الأستاذة فاطمة الزهراء بن برام والدكتور الباحث سي عمار منصوري، وإن سنتكلم على هذا الحدث نختمه بأستاذنا سي محمد طاهر ديلمي رئيس
لجنة تضامن مع الشعب الفلسطيني، فشكر لكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أيها الأفاضل، كل في موقعه ومكانه. أولاً تحية لأخي محمد وجمعية مشعل الشهيد، التي تعتبر من الجمعيات الحاضنة للذاكرة التاريخية، يعني هدفها هو الحفاظ على الذاكرة التاريخية. ستكون كلمتي في نقطتين وباختصار شديد. أولاً، عندما نتكلم عن فلسطين نتكلم عن الوجدان، فلسطين في وجدان الشعب الجزائري. نقطة أولى، في القمة العربية الأخيرة طرح الرئيس تبون الدفاع عن القضية الفلسطينية ورفعها إلى الأمم المتحدة لدولة فلسطين من صفة المراقب إلى دولة كاملة الحقوق. اسمعوا مليح، البعض يعتبرها جزئية، ولكن نحن نعتبرها موقف تاريخي. كيف نعتبرها موقف تاريخي؟ في 1973 في مؤتمر القمة العربية أعلن الرمز الشهيد الراحل هواري بومدين عن ضرورة وصول القضية الفلسطينية إلى الأمم المتحدة. بعد عام في 1974 دخل الرمز الثائر الشهيد عرفات للأمم المتحدة رافعا غصن السلام وبندقية عدم الاستسلام. بعد 50 سنة، اسمعوا مليح، 50 سنة، ها هي الجزائر بمواقفها وبثواباتها وبقناعتها وبالتزامها. بعد 50 سنة يعلن الرئيس تبون في القمة العربية الدفاع عن قضية فلسطين والوصول بها إلى الأمم المتحدة من أجل الاعتراف الكامل بالحقوق بدولة فلسطين. هذه هي الجزائر، هذه الجزائر بتاريخها وبمكانتها. ثانيا، اليوم كما قال قبل خويا محمد، واش نمسوا رسالة للغرب؟ ماذا نقول للغرب؟ نقول له أيها الغرب، بأي منظار تنظر لحقوق الإنسان بالطبع وحقوق الشعوب، بأي منظار تنظر وبأي ضمير تتحرك؟ رأيناك في أوكرانيا، رأيناك أيتهم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والمنظمات الحقوقية والجمعيات الحقوقية الغير الحكومية، رأيناها في أوكرانيا، ولكن لم نراها في فلسطين، لم نراها في فلسطين. وبالتالي رسالة رئيس الجمهورية مثل ما أكد أخي محمد قبيل ليست رسالة فقط، بل هي موقف تعبر عن رئيس الجزائر ورئيس القمة العربية في مضمونها الدعم المادي والمعنوي لإخواننا الفلسطينيين. إخواننا الفلسطينيين، عوائل الشهداء، الأسرة، المعنى، كل يحتاجون دعم معنوي. ولذا بهذه المناسبة أخي محمد، معناه أطلب من إخواني في المجتمع المدني أن نركزوا على الدعم المادي في الأيام المقبلة إن شاء الله. شكرا لكم والسلام عليكم. شكرا للأخ سي محمد طاهر ديلمي. وأعتقد أن المجتمع المدني سيحاول إن شاء الله وسننظم أنفسنا مثل ما قدرنا. فقط الأخ رمزي قال لي قبيل النشاط راح يكون غدوة على الساعة 10 بجريدة المجاهد، وين رحب السيد الرئيس المدير العام لجريدة المجاهد الحاضر معنا، وإن شاء الله غدوة الصباح على الساعة 10 اللي يقدر يكون معنا مرحبا به. شكرا للجميع، نتلاقاو في مناسبات أخرى. بارك الله فيكم والسلام عليكم. استنى شوي نخم، استنى شوي، تفضل. سعادة السفير، اليوم العام يحتفل
يحيى بن بكرت اليوم الدولي لتضامن الشعب الفلسطيني كلمة. يعني في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي أقرته الجمعية العامة عام 1977 اعتراف واضح وصريح بالحقوق المشروعة غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، وبالتالي هذا يوم مهم فيه اعترف العالم بهذه الحقوق وأكد عليها، وفيه رفض لكل الجرائم التي ترتكبها إسرائيل، بل لاستمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وهو تعبير واضح وصريح أيضا عن حق الشعب الفلسطيني من الجمعية العامة للأمم المتحدة بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفق قرار التقسيم الذي أعلنت عنه أيضا الأمم المتحدة أو مجلس الأمن. وبالتالي نحن نعتبر بأن إحياء هذه المناسبة هو دعم للشعب الفلسطيني وتأكيد على حقوقه، ولكننا أيضا نطلب من العالم في مثل هذا اليوم أن يقف إلى جانب الشعب الفلسطيني مواقف جادة وعملية من خلال الاعتراف الكامل بدولة فلسطين، وفي هذا رد على استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية. والشعب الفلسطيني من جانب آخر في هذه المناسبة يؤكد التزامه الدائم بالمقاومة وحقه المشروع في هذه المقاومة حتى تحرير أرضه وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس إن شاء الله. حياكم الله. ما تلصق لي شوفهم يا صاحبي، كيف أقول لي مش ما تدصوش. اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني هو اعتراف بأن الفلسطينيين مظلومون وأن من واجبهم أن ينتصروا، ينتصر لهم العالم. الجزائر من الدول التي تنتصر للقضايا العادلة وتعطي حق الشعوب في تقرير مصيرها، وأنا فخور أنني جزائري لأن المواقف الجزائرية الرسمية والشعبية والإعلامية كلها تصب في اتجاه واحد، وهو حق الفلسطينيين في أن يقيموا دولتهم وعاصمة القدس الشريف. ما استمع لي اليوم من كلمات يصب في هذا التوجه، ويصب كذلك في المبادرة التي تقدم بها السيد رئيس الجمهورية والتي انبثق عنها إعلان الجزائر في ضرورة لم شمل الفصائل الفلسطينية، توحيد الصف الفلسطيني، توحيد البندقية والإعلام والتوجه الفلسطيني. وباعتقادنا إذا ما استطاع الفلسطينيون أن يوحدوا صفهم وأن يوحدوا نضالهم وكفاحهم المشروع سوف تقام الدولة الفلسطينية وعاصمة القدس الشريف، وهذا حقهم الطبيعي الذي قررته الأمم المتحدة وتدعمه الجزائر في مثل هذه الوقفة وفي كل وقفة. شكرا لكم.